باقي اقل من نص دقيقه على البث ويبدا. جاهزين؟ العنوان وداع باناكوني، والله يخوف ترى. لا تنسوا تشيكوا على ماي جنشن ستور اذا مهتمين بمنتجات وخدمات لجنشن امباكت، واذا بدكم تشتروا حسابات برخص التراب الرابط في الديسكريبشن، ولا تنسوا تستخدموا كود خصمي كود هاني عشان تجيكم خصومات. يلا نبدا بالمقطع. يلا بسم الله. البومه خوينا هلا ربا البث ده بيستضيفوا يعني ثلاثة شخصيات قوية، يعني شفنا كيرون جيد وباقي فاير فلاي. يا الله يقول لها تتحول لسام. يا الله ربا. اوكي يلا بسم الله. الله يستر. To me hiding is much easier than being honest. Yet I still want to try expressing my emotions as any ordinary person would. Forgotten someone, my gray-haired friend. Oof, sparkle, yeah. Ooh, the zir القنبله. شوفوا. You have 10 minutes. كريا. تقول 10 دقائق تلاقوها. سوقة. Damn, yeah. Damn. ايوه، دي بلوكس. كفو. هو ودي بنت يا اخي. يا الله صداع يا اخي. ما علينا. فاير فلاي كفو. اوه سام ايش كنت تغلب. لا احنا عارفين الموت، باقي موت التالتة لا تنفجر. اوف انفجر. الو جيد. هلا هذه عاد بنت الفولو فولو بالهبل. اوه تقول سكريبتها باقي. تفز روبن. لا ايش كي يصير. يا ساتر والله شكلها يا اخي شكلها القصة حريقة يا عمنا. اوبا اوف. سكرل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 
Leo and I have personally agreed on. اوبا ايش جابوا ده؟ دام والله واضح نار وشرار. ها نار وشرار يا حبيبي، نار وشرار. والله نار يا عم، انا دول دائما 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 كذا يفاجئوني بتريلراتهم يا اخي، ما شاء الله تريلراتهم تحمس يا اخي. حتى تريلر جنشن نسيته في البث حقهم، ايش صار؟ مع انه قاعدين ننتظر اخوينا دادن سليف من مدري متى، والله نسيت. كان تريلر حبي انيميشن حلو يعني، بس ما علينا. اوكي شفنا القصه وبعدين في النهايه واللي صار، ما علينا ما علينا يا اخي. هونكاي يا اخي، هونكاي مان، هونكاي مان، يلوموني بهونكاي. صوره العرض مره ممتازه دايم، اكرد ما شفناها في العرض او يمكن ما لاحظناها، خلاص ما حد ما بدقق انا عشان يعني ما يكون حرق، بس عموما اكرد موجوده هنا. هذه المنطقه جديده، شكلها سفينه كبيره. حلو تيتانيك وكذا. هذه الطايره فوق البانكوني، هذه شكلها اخر تريل بريزر ميشن على بانكوني، اخر قصه البانكوني شكلها. ممكن بيورونا حركاتهم دحين. شوف الانيميشن حقها يا اخي، يا الله كيوت. ما ادري اقول كيوت بعدين طلعت هي ساعه، شو فين الكيوت في الموضوع؟ ايش هذا يا عم؟ يا الله يا اخي رهيبه، يا اخي رهيبة. It's just a girl. يا عمي دمرت ملايين هذي. Firefly Type 4 Strategic Assault. وش الاسم ده يا عمنا؟ اوكي. There could be other Sams. اوف يقول لك في اوف. دي قالت قنبلة. اسم سام مدريش تايب 4 4 مدريش، يمكن يكون في سام غيرها. دام اوكي. شوف فايرفلاي مرة كيوت وسط هذول الاثنين، خصوصا اكرم تخوف يا عمنا. طيب ديستراكشن نارية، بنسوي التكنيك. ايوه تاخذ. شوف تحدد على كل احد، شوفه والدائره لما تخلص حتطيح صح؟ يا ساتر. قدرتهم كلهم. حلو شوف التيم كويس والله. تيم بريك، شوف السكيل اللي نقص الاتش بي حقه، بيجي انرجي الاتش بي لو كان اقل الدمج بيجي اقل. حلو من جد، حتى بليد ايش وضعكم؟ اوكي الالت الهيئه الثانيه تكون فيها. ايوه هذا الالت او بي بزياده، زود السبيد ومدري ايش.
weakness break efficiency and weakness break damage. طالع كمان. يا الله. ترجع نفسها الHP بكل ضربة لما تكون هنا في هذه الحالة. شوف فارفلاي طالع. كيوت يا أخي بس حوتة قوية. شوفوا كيف بسوي بدا. تضرب ثلاثة انميز حلو. تكسر الشيلد بسهولة وكمان تحط فار ويكنس على الأعداء. دام صح في على اليسار في علامة، العلامة هذه شكلها بتطلع من الحالة حقتها. أيوة أنا أتوقع دمجها برضو مرة بيكون أسطوري، خصوصا أنها تعتمد على البريك وبينزل لاسج جديد وحركات. اللي يبوها ابنه الهارموني ام سي، أوكي آخر أيدلون نجيبه، ما أعرف من فين شكله على طول مدينة ناخذه، شكله بيكون كذا موجود إيفنت ولا شيء، والله ما أدري شكله بيجينا على طول أيدلون. يلا جيد. أنا جيد كنت زعلان منها في البداية بس يعني من دمجها الصراحة أكثر شيء، ولا الأنيميشن الصراحة عاجبني خصوصا الثعبان اللي يجي حلو والله بالنسبة لي، بس المصيبة هي الدمج، ولكن هي تضرب مرة كثير إذا ما خفضني. خلينا نشوف. يضحك إنه كنا نحسب سبارك الأفضل سبورت لها، طلعت روبن أفضل. سكرون جاية شطحة بس أحلى شطحة والله. تسوي بلاست بالسنجل، بالسنجل تسوي ثلاث ضربات. ها هذا السنجل، هي هذه أول مرة نشوفها أتوقع. بيسك ثلاثة ضربات بس السكيل حقها بف. أوكي حلو. حطوا على هيرتل غلبانة. اوكي بيجيهم دمج بس بينقص الاتش بي حقتهم. عند حين هي حطت على نفسها لو ضربت نقص الاتش بي حقها شوي ثاني. اوه لا ما يجيها لو حطت عليها. اوكي بس شوفوا لما احد يسوي اتاك اللي اعطته البف راح تعطيها استاكات كثير. سوي فولو اب. شوفوا على طول تعبت 8 استاكات. طب خلينا نشوف دحين لما سويت هذه عبتها ثلاثة. اوكي يمكن على حسب كم عدو ينضرب. ضربت واحد تعبت واحد. اوكي الالت حقها. اوكي الفولو اب راح تكون اقوى لما بعد الالت يعني. اوكي حلو. اوكي التكنيك. التكنيك ما يسوي شيء. يخضع. خايفين انه مضارب معاه. سكين البومه خايف بسبب العقد اللي وقع معاه. اوكي البنرات يلا بسم الله. بسم الله فاير فلاي اكيد. فاير فلاي وروان مي دايم بس شوفوا الفور ستارز كلهم كويسين ما شاء الله. بعد ما يشي ما ادري كويس بس يعني عشان القصه وكذا. اسلحتهم ممتاز وفي سلاح البريك افكت الفور ستار مره حلو ممتاز كويس انهم حاطينه. طيب الفيز الثانيه مين؟ ارجنتي اكيد صح؟ اكيد ارجنتي. ارجنتي وجيد الفور ستار والله خسين. ماشي يا احمد ادري قصدي يجيب لنا بس يا اخي اكيد معظمنا عندهم منه يا اي 6. اوكي والاسلحه حقتهم اكيد. طيب ممتاز ممتاز. اوه يا الله فور ستار لايت كون اريديشن اتوقع بيكون ممتاز على شو اسمه من جد فين سندي. فور ستار سلاح بيكون كويس لجيد شكله يخس يستخدم. ليه عشان سندي رهيب. انا انتظر سندي ترى والله رهيب يا اخي يعني. اوكي خلاص ما احتاج هو خايس بس خايس خلاص اللي لعب القصة عارف بس قوي يا اخي مناتور ومدري ايش حركات طلع خاين انت. اوكي اول ايفنت ايش هذا عوالم ده ولا ايش؟ اوكي ابديت العوالم صح نسيته قالوا عنه من اول. اوكي ما اتوقع عالم جديد طور جديد. شو كيف شكل المكان. اوكي ايش هذا؟ ما ادري يمديكم تختاروا شخصيات ما عندكم ولا ايش؟ ماني فاهم ايش قصدهم. اذا في شخصيات تبوا تبنوها ويمديكم يبنوها لكم يعني بيعطوك لايت كونز من عندهم يعني. والله كويس حلو مرة حلو. يا ولد ايش هذا يا شيخ؟ يمديكم تختاروا اثنين باث اتوقع او بف اثنين باث. اوكي والله هي معقدة بس اتوقع انه بنفهمها ان شاء الله. هو شو كيوت. يمديك تغيروا مدري ايش واضح اتوقع قريب من العوالم يعني واضح من اللي قاعدين نشوفه وفي تطويرات وزي كذا فيعني يمديكم تختاروا هذه كمان. اوه وش هذا؟ شكلها كوريو مطورة حلو او مخصصة لشخصيات وباث معينة حلو. يا الله يقول لك لو كنت حتخسر ما لازم تقفل اللعبة.
الله يمديك تطلع برا تغير هذه كل شيء انا كنت اسويها يا الله رهيبين والله انهم عارفين وقاعدين يقولوا الشيء ذا عارفين وحلوا المشكله حلو مع انه والله والله تعتبر مشكله لانه طول صراحه خصوصا في جولدن جيرز والثاني والله يا زينك رهيبين يا اخي رهيبين كل مره هذا يمديهم يحافظوا على المكان اللي وصلوا فيه ويقعدوا يرجعوا لنفس هذا عند البوس اذا ما خاب ظني وياخذوا الجوائز على طول حلو حلو شوفوا كل بوس عنده جوائز معينه ممتاز يا تسكبوا ممتاز والله مره حلو شكرا من جد والله بيكون تفريم مره ممتع دحين في ارتفاكتين كمان حق هذا حلو حق العوالم تصدقوا كويس انهم سووا زي كذا لانه هاكرن عطبت السيميوليتد يونيفرس شويتين حرفيا الناس ما صار يلعب الا بيها يعني دحين الناس يقدروا يغيروا انا من اول والله نفسي العب بتيم الفلوف ما اقدر ادخل بتيم غير هاكر الصراحه لانه اقدر اكتب كله قدامي كذا بكر سلاح جديد اوكي صح سلاح جديد ايرديشن دام حلو شو هذا كله بس النيو جيم مود ها ركزوا ترى نيو جيم مود مو ايفنت هذا طور دائم بيكون موجود ما اعرف اذا بيجدد كذا دائما نفس الميموري اوف كايوس اتقل لا قالوا بيجدد صح قالوا بيجدد دائما في واحد زياده اما عاد اوكي هذا مو هو يعني هذا شكله ايفنت قتال شوفوا في مين كوكوليا وارجنتي Permanent Challenge Mode اوكي هذا هو اوكي حلو اوكي هذا الطور اللي بيكون دائم هذا دائم برضو هذا دائم ويتجدد اللي قبل اتوقع مع العوالم حلو بوسز ها نظامه بوسز ذا اوفوفوفو هي اربع صعوبات مكة في بفات تختاروها لا يبالكم تنتبهوا ترى لانه واضح انه صعبين حلو حلو بجينا هذه كمان مجانية مرة حلو و300 برومو كمان ساعة ممتاز شوفوا كيف رهيبين والله صارت كل اسبوعين خلاص اسبوعين 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 كذا خلاص اوه على طول في البدايه اول يوم يجي مع الابديت على كل اثنين اللي بعد اثنين يعني اثنين ايوه اثنين لا اثنين ايوه طور جديد رهيبين يا اخي والله رهيبين والله رهيبين رهيبين يا اخي لوموني بهونكاي والله يعني ما ادري ايش اقول والله هونكاي شيء ثاني والله برومو شوف البرومو برومو فلوس شكرا 720 720 اوكي جيت تقول لا هذا مو اللي اتفقنا عليه واللي وقعنا عليه اوكي 800 البوم ما خاف يا الله يا اخي مسكين كانت تتنمر عليه شوف ابتسامتها اوكي جيت وقعت على زياده تقول بدل 720 اوه احنا كنا دائما ناخذ 720 صار 800 صح يا اخي جنشن لسه دوب مخلو لبس 800 حتى ما شفناه طب شويتين طيب شوفوا رفعوها قدامنا من 720 800 يا اخي اقسم بالله شيء ثاني والله شيء ثاني دوب استوعبها يا اخي اقسم بالله رهيبين وجيد رهيبك نجيب جيد خلاص نجيب جيد خلاص نجيبها نسكب سيجا نسكب سيجا نسكب يا عمي يا اخي والله جنشن كود نيفر معليش يعني حطوا وذرن ويفز جنبها لسه ما شفنا شيء لا خليها بعيد وذرن ويفز رهيب صراحة يا الله راسي ايش هذا نيو جيم مود هذا كمان نيو جيم مود ولا ايفنت هذا ولا ايش او اتوقع ايفنت هذا بس يا اخي يا الله راسي 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 والله معليش بالنسبة لي انا هونكاي مرة فوق تحت شوية دحين وذرينج دوبها نازلة ما نعرف قد كيف تستمر بعدين تحت شويتين جينشن للأسف يعني خصوصا مع اخر اركن كويست انا شويتين زعلان منهم توقعت اكتر ما علينا اوكي حلو عندكم ضاربوا مع سيلفر وولف اونلاين حلو الجيم مود اوكي ايفنت جديد شايفين ايفنتات جديده يعني هونكاي يعني مو زي بعض الالعاب قاعدين يرجعوا ايفنتات بنكهه خايسه كذا طور قتال بس يعني يعتمد على شيء معين مثلا في مره لازم تكسر شيلدز مره ما ادري ايش عارفين يا اخي دولة يمسكوني يقول عادي
تعال اجلس هنا، فين رايح؟ هي ارتفاكتات جديدة خاصة بالبريك والسوبر بريك وارتفاكت تاني الفول اوف. يا اخي مين يا اخي هونكاي مين هونكاي مين اوف يا عمي والله يتعبوا يا اخي والله يتعبوا يتعبوا. تعرفوا اللي تو ماتش كده، ما تعودنا احنا على كده. اوكي هذه ماتيريالز جيد بتكون فيزا تاني يمديكم تلحقوا عليها باذن الله. والله خلاص بينهوها والله نصفق لهم والله اقسم بالله رهيبين صراحه. صفقه قليله عليهم والله والله قليله عليهم يا اخي مان. والقصه شيء تاني صح، القصه شيء تاني. ايه هاي هو كده با... لا خلاص طبعا سكتها. يا الله قاعد يراجع العقد اللي وقعه مع جيد يا اخي. يا الله مسكين يا اخي. الله مسكين البوم. شوف كيف البطة طالع فيه قاعد يبكي. الله بسم الله ايش ده اتجنن ده. الفيلن ارك خلاص بيبدا خلاص تحول شرير. الله يا الله ايش دخلنا احنا طيب. قاعد يتكلم مع الدجاجة الميتة. شبك بك 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 ايش هذا عمي ده اتجنن يا عمي من العقد اللي وقع. ايش الو والله ما ادري ده اعلان لشيء ولا ايش ماني عارف. ايش هذا ايش ايش قاعد يصير؟ ليه قاعدين نتكلم؟ ايش فيش فيش ايش جاكوكو ده؟ جاكوكو خوينا ده اللي اعلنوا عنه. جاكوكو جاو تشو جاكوكو مين دولا؟ موز موزي موزا موزا مين دولا؟ هوين هوين يان لي هذا يعلنوا عنها صح؟ هذا اللي اعلنوا عنها برضو دايم. شوفوا يقولوا لكم يا حبيبي في شخصيات جايه قدام. طب صدي لا تسحب عليه. والله مش هذا الشخصيات زياده. اوف مين جاي؟ مين دي؟ لينك 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 شا يهو في زيادة. ايش فيه؟ ليجندري نيو سورد ماستر حتى انونيمس يا حبيبي مغطين عليها. لا 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 اصبر دقيقة. يا عم ايش بامهم دولا؟ ايه يروقوا. كنت امزح لما قلنا في شيء في النهاية ولا لا؟ يا ساتر دقيقة دقيقة. طب طب وين تشوفني وين تشوفني وين تشوف طيب وين تشوف؟ احد يعرفها؟ تسريحة الشعر كويسة وماسكة سيف شكلها اوبي. يا عمي ايش سووا دولا؟ والله رهيبين يا اخي والله رهيبين. يعني ما ادري ايش اقول والله من جد ما ادري ايش اقول. احس خلص الكلام فيهم صراحة اقسم بالله احس خلص الكلام فيهم. في منطقة جديدة في الصين شكله والله ما ادري. بس اللي اعلنوا عنهم قبل شوية الشخصيات مو مكان ولا حفلة غناء ولا شيء. مارتش فايف ستار والله لو تصير قوية والله. ولا 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 تينجيون التر اوه الله بثهم صداع يا منا يا مصداع. ما شفناه بس قاعدين نهبد يا اخي خلاص. احنا شفنا كفايه اللي شفناهم دول والله. شخصيات مره كثير اعلنوا عنهم يا منا. لا وقاعدين يقولوا لا في باقي. فين رايحين؟ ترى باقي الابديتات اللي جايه دسمه. شكله كل شويه بينزلوا شخصيتين 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 كل باتش دايم. لا عاد انا ما اقدر كده، انا لازم اسكب. وبعدين يعني من جد بعد لوناي ما في شيء مستحيل انه ينزل شخصيات التر. بس صراحه من افضل البثوث اللي شفتها في حياتي يعني اقسم بالله فجروها بمعنى الكلمه. احذف جنشن. هونكاي مان يا اخي هونكاي هونكاي يا اخي. واذا انتم مهتمين بشحن الكريستالات متجر تويكس ارخص متجر في السوق يوفر لكم شحن لعبه جنشن امباكت وهونكاي ستار ريل. لا تنسوا تشيكوا عليهم تستخدموا كود خصم هاني عشان تجيكم خصومات. طيب خلاص كلكم خلصنا. اعطونا رايكم بالتعليقات عن البث ان شاء الله يكون عجبكم. ان شاء الله انكم استمتعتوا. شوف هذا زعلان ما في سندي. كان معكم أخوكم هان. نشوفكم على خير إن شاء الله في أقرب وقت يا جماعة. هذه نهاية البانيكون شكلها بتكون وفيها معنى الله يا جماعة.